أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية. ها نحن طلابي نلتقي معكم من جديد للحديث عن موضوعات اللغة العربية والمعنونة لهذا الأسبوع. سنلتقي مع موضوع الخرافة، وبعد ذلك سنلتقي مع موضوع الوفاة وما يحدث بها، وبعد ذلك سنلتقي مع موضوع حقوق المرأة في الإسلام وفي المجتمعات بشكل عام، وما هي الحقوق التي تعطى وما هي الواجبات التي تكون عليها. بعد ذلك طلابي سيكون لنا حديث عن السؤال السابع من مادة الورقة الأولى للامتحان النهائي، وسنوضح كيف سيكون لهذا السؤال له ما له وعليه ما عليه. في موضوع الخرافة طلابي سيكون لنا حديث عن السحر والشعوذة، لأنه سبق وأن جاء مقال أن تكتب عن الخرافة أو السحر وماذا يقدمون وكيف تكون الخرافة والأخاريف بهذا الموضوع. بعد ذلك طلابي سننتقل لموضوع الوفاة، وما هي الإجراءات التي تكون متعلقة بموضوع الوفاة والموت، وكيف يتم إجراءات الدفن، إجراءات بيت العزاء، ماذا يقدم في بيت العزاء، وماذا يفعل المتوفيون بعد، يعني ماذا يفعل أهل الميت للميت. أيضا طلابي سيكون لنا حديث عن حقوق المرأة، سواء كان حقوق المرأة في الإسلام أو في المجتمعات المدنية، وإن كان ليس هناك اختلاف بين هذه الحقوق. وعندما نتحدث عن حقوق المرأة نقول لها حقوق كثيرة، منها حقوق الميراث، حقوق التعلم، حقوق اختيار الزوج، وحقوق النفقة، وحقوق المهر، هذه من الحقوق المعطاة للمرأة. أيضا سنتطرق لموضوع الواجبات للمرأة، فعليها أيضا واجبات كواجب رعاية أهل بيتها، رعاية زوجها، أبنائها، وما إلى ذلك من الحقوق، وسيكون لنا حديث مطول. أيضا طلابي بالنسبة لموضوع السؤال السابع كما قلنا، هذا من الموضوعات المطروحة في الورقة الأولى، سيكون هو عبارة عن نص مفرغ من بعض الكلمات ويعطيك اختيارات متعددة، أنت يجب عليك أن تختار من هذه الخيارات الأربع، يكون هناك إجابة صحيحة وإجابة أصح، ويجب عليك أن تختار الإجابة الأصح، وهذا موضح في صفحة التحضير لمادة البي سي. هذا طلابي مجمل الحديث لهذا الأسبوع، وهو سيكون من الأسبوع من 13 من 3 إلى 7 إلى 7 3. وبحول الله الأسبوع الذي يليه سنلتقي مع الجملة الإسمية والجملة الفعلية وإن وأخواتها والسؤال الرابع. هذا طلاب مجمل الحديث، شكرا لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم، دمتم برعاية الله طلاب.